السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير وبسلام ان شاء الله. النهاردة عندنا واحدة من اهم النوفلز اللي انت ممكن تعرفها في حياتك، هي A Tale of Two Cities، وان شاء الله ناويين في نعمل حلقات ونخلصها chapter by chapter، يعني كل حلقة كده ناخد لنا chapter او اتنين. طبعا اللي كاتب القصة دي هو تشارلز ديكنز، وتشارلز ديكنز واحد من اهم الروائيين واهم الكتاب اللي انت ممكن تعجب جدا بقصصهم لانها فعلا مميزه. A Tale of Two Cities قصه مدينتين، معنى A Tale of Two Cities هو قصه مدينتين. مين هما المدينتين دول؟ لندن وباريس. وكانت العلاقه ما بين لندن وباريس مش احسن حاجه في الوقت ده، وكان ما بينهم حروب. احنا بنتكلم بالظبط على الايرا، انهي ايرا، انهي عصر؟ هو العصر اللي كان قبل الثورة الفرنسية، وكان اصلا في حرب اوريدي ما بين انجلترا وفرنسا، فكانت العلاقات مش احسن حاجة. تعالوا نتكلم على كل بلد على حدة ونشوف كانت فيها الدنيا ماشية فيها ازاي. لو بدأنا الاول بانجلترا، فكانت الدنيا unsafe. يعني ايه unsafe؟ يعني مفيش امان، الناس كلها متخوفة، الناس كلها حاسة ان هي ممكن تتعرض لاني any kind of attack، ممكن يتهجم عليها، ممكن يتسرقوا في اي لحظة، ممكن يتنهبوا في اي لحظة، ممكن يموتوا. كانت نسبة الجريمة عالية جدا في لندن في الوقت ده. ولو اتكلمنا عن فرنسا فالوضع ما فرقش كتير، فيها فقر ومجاعة، والملك بتاعها مش مركز في اي حاجة غير نفسه والجيش اللي بيمدوا بالاسلحة علشان الحرب اللي هو ضد انجلترا. ملوش دعوة بأي حاجة في الشعب، بقى الشعب بقى تعبان، بيموتوا من الجوع، بيموتوا من المرض، بيموتوا من أي، ملوش دعوة، هو ما بيفكرش غير في نفسه. He was a selfish king. تمام، نيجي بعد كده نتكلم على الشخصيات المهمة في القصة دي. عندنا دكتور منات، ودكتور منات ده واحد من اللي تعرضوا للظلم البشع في القصة دي. دكتور منات اتسجن لأكتر من 18 سنة في سجن الباستيل في فرنسا بدون ما يعمل أي تهمة، وحتى بدون ما يتعرض على يعني ملوش قضية مثلا معينة، جريمة معينة، حتى ما تعملوش محاكمة. يعني المفروض الطبيعي إن لما واحد بيعمل بي commit any crime، يعني بيعمل أي جريمة، خلاص بيتحاكم وبياخد مثلا 5 سنين سجن، 3 سنين سجن وكده. لا، دكتور مانيت ما تحاكمش أصلا، و ملوش جريمة أساسا. طيب عنده بنت اسمها ايه؟ اسمها لوسي منات. لوسي منات كل ده فاكرة ان باباها مات، وكده كده مامتها اصلا ميتة، فهي كانت فاكرة ان هي باباها ميت وان هو مش عايش، بس هي بعد كده تعرف ان باباها اللي ما زال على قيد الحياة. عندنا مستر لوري، مستر لوري او جارفز لوري. جارفز لوري ده صديق وفي جدا لدكتور منات، وكان هو مش متجوز، هو دايما بيقول على نفسه I'm a man of business، انا بتاع شغله وبس. ف دايما كان بيشتغل كويس لان مفيش اسره عنده، مفيش حاجه، فهو كان تركيزه اكتر حاجه في شغله. عندنا كمان ميس بروس، وميس بروس هي الكير تيكر اوف لوسي مانات، وهي كانت بتهتم بلوسي مانات كانها مامتها بالظبط. عندنا كمان ديفارج ومدام ديفارج، ودول في فرنسا، وديفارج كان خادم قديم خالص لدكتور مانيت قبل ما يخش السجن. مراته مدام ديفارج ليها دور مهم جدا جدا، هو ديفارج ومدام ديفارج الاثنين ليهم دور مهم جدا في القصة بتاعتنا. وهي مراته، وعندهم واين شوب، واين شوب يعني محل خمور. عندنا كمان بطل القصة بتاعتنا اسمه تشارلز دارني، تشارلز دارني. وتشارلز دارني واحد من الأغنياء جدا في فرنسا، وكان عمه هو الماركيز أو الماركي، بس هو كان بيكره عيلته علشان حاسس إن هم ظلمة، وحاسس إن هم ناس مش كويسين مع الفقراء ومش بيعاملوهم كويس، وحاسس إن هو، فهو كان على طول حاسس إن هو ashamed منهم، عشان كده غير اسمه، عشان كده مقالش على نفسه اسمه الحقيقي اللي هو تشارلز ايفرموند، لأ كان بيستخدم اسم مامته تشارلز دارني، عيلة دارني دي عيلة مامته، فهو كان بيستعر إن هو يستخدم اسم العيلة بتاعة الايفرموند بتاعة الماركيز.
وده يدل على ان هو شخص محترم جدا وشخص طيب جدا ومش موافق ابدا على الظلم بتاعهم بتاع العيلة دي. عندنا كمان سيدني كارتون وكمان سترايفر. وسيدني كارتون من الشخصيات المهمة جدا جدا في القصة، هنعرف بعد كده هو مهم ازاي. القصة دي فيها رموز كتير جدا، وده مش غريب على تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز قصصه كلها سيمبلز، كلها رموز وثيمز ومشاعر وحاجات لطيفة جدا. فعشان كده انت عمرك ما هتندم انك تسمع القصة دي. تعالوا بقى نروح على تشابتر 1. وفي كل تشابتر يا جماعة هيبقى فيه مكان معين، يعني في تشابترز هتبقى في فرنسا وفي تشابترز تانية هتبقى في انجلند. احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي في انجلند. فين تحديدا؟ في دوفر. ودوفر يا جماعة هي بلد قريبة جدا من فرنسا. بصوا هي مكانها فين؟ اهيت، و يعني تعدي البحر ده هتلاقي نفسك في على طول في فرنسا. فهي اقرب بلد لدوفر هي فرنسا، والمعلومة دي هنحتاجها بعدين بعد شوية. نيجي بقى على تشابتر 1 واللي حصل فيه. القصة بتاعتنا بتبتدي بإيه؟ تشارلز ديكنز اختار انه يبتدي بكونتراديكتس. يعني ايه كونتراديكتس؟ يعني في اول جزء كده استخدم متناقضات كتيرة جدا. ايه التناقض اللي هو استخدمه؟ بصوا كده معايا: it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. مثلا age of hope, age of despair، وهكذا. وكان هنا قصده ايه؟ كان هنا قصده بالجاب اللي ما بين الفقراء والاغنياء. يعني ايه؟ يعني ايه كان في جاب؟ كان في جاب واسعة جدا ما بين الفقراء والاغنياء. الفقراء عايشين مطحونين مش لاقيين ياكلوا، بيعانوا من الفقر والمرض وان الملك مالوش دعوة بيهم، وبياكلوا اسوأ اكل، عايشين مش ادمين، اطفال صغيرين كانهم عواجيز. نيجي بقى على الاغنياء. الاغنياء عايشين في حتة تانية خالص. الاغنياء هتبقى عبارة عن مين؟ عبارة عن الطبقة المالكة اللي هم الكينج والكوين، وكمان النوبلز اللي تحتهم اللي هم الارستقراطس. فعشان كده هو استخدم best of times. طبعا هيبقى best of times لمين؟ best of times و wisdom و light و hope، كل ال description ده لمين؟ طبعا للناس الأغنياء. و it was the worst of times, it was foolishness, it was full of darkness and despair. ده كان لمين؟ ده كان للناس الفقراء اللي طالع عينهم في الحياة. فمعنى كده ان how was the life in 1775 in France and England؟ الحياة كانت سيئة لأقصى حد. وزي ما انا قلت لكم في انجلترا كانت unsafe، ما فيش امان خالص. عايز اقول لكم كمان ان في انجلترا كان الناس بيروحوا يتفرجوا على المحاكمات بتاعة الاعدام كأنهم بالظبط رايحين سينما، يعني رايحين ومبسوطين ويعني وجايب لابين بعضهم كده ورايحين يتفرجوا على الاكسكيوشن اللي هي الاعدامات والحاجات دي. فده يدل على ان هم ناس مش اسوياء، ان هم ناس جواهم عنف وشراسة. تعالوا بقى بصوا على فرنسا برضو، هتلاقي ان هي قريبة منها، فرقتش كتير يعني. بس هناك كان تشارلز ديكنز بيركز اكتر على الفقر والمعاناة بتاعة الفقراء بتاعة فرنسا اكتر، بتاعة الفرنسويين في الوقت ده. تعالوا بقى نبتدي مع بعض في تشابتر 1 اللي هو بيبتدي بايه؟ اميل كوتش. يعني ايه كوتش؟ يعني عربية كده اللي هي بالحصان زي الصورة اللي قدامكم دي. العربية دي مفروض ان هي فين؟ في مكان اسمه دوفر، وقلت لكم ان دوفر ده بلد قريبة جدا من فرنسا بس هي في انجلترا. المهم ان العربية دي فيها ركاب، وكل ركاب كانوا خايفين مرعوبين من بعضهم، ده خايف من ده، كلهم خايفين من السواق، والسواق خايف منهم، وكله خايف من كله، لدرجة ان هما كانوا بيرفعوا هدومهم لفوق كده، يرفعوا الكوتس بتاعتهم لفوق وعشان يخبوا وشهم علشان محدش يتعرف عليهم عشان خايفين. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هما قاعدين عادي مرعوبين من نفسهم، وده عادي، وده عادي قلت لكم في انجلترا لان ما كانش فيه امان. طيب شوية شوية يجي حصان، صوت حصان بيقترب منهم، بيقرب قوي منهم. الحصان ده كان عليه واحد، طبعا هم اول حاجة جت في دماغهم ان الراجل اللي جاي ده
او الصوت اللي جاي ده، ده خلاص كده واحد جاي يقتلنا، يموتنا، يسرقنا، يعني مش عارفين هو يعمل فينا ايه. بس الاكيد يعني ان هو حد حرامي قاتل كده. الحصان عمال يقرب منهم اكتر واكتر واكتر، صوت الحصان عمال يقرب اكتر. لما الحصان قرب كان في واحد اسمه ايه على الحصان ده، اسمه جيري كرانشر. جيري كرانشر، مين هو جيري كرانشر ده؟ جيري كرانشر كان هو الاسيستنت، او هو اللي شغال مع مستر لوري في البنك تيلسنز بانك. تيلسنز بانك جيري كرانشر بيشتغل معاه واسيستنت ليه، فهو جايب له مسج وجاي يديهاله، جايب له جواب. تمام. طبعا لما قرب الحصان قوي قام قال بصوت عالي، انا عايز مستر لوري، لو مستر لوري في الكوتش دي. مستر لوري فتح الشباك بتاع الكوتش وقال له انا موجود يا جيري كرانشر. قال له انا جايب لك جواب. خده منه قراه. بعد ما قراه قام قال حاجة غريبة جدا. بعد ما قرا الجواب على صوته وقال recall to life. يعني ايه recall to life؟ recall to life يعني عادة للحياة. هو مين ده اللي عادة للحياة؟ هو كان قصده دكتور منات. دكتور منات اللي قعد اكتر من 18 سنة في السجن الباستيل بدون اي محاكمة او ظلم، وعرف الجواب ده ان الراجل ده عايش ومش ميت، لان هما كلهم كانوا فاكرينه ميت. وعرف كمان ان هو قاعد مع الخادم بتاعه اللي هو كان زمان بيشتغل عنده اللي اسمه ديفارج في فرنسا، وان هو مفروض يروح ياخده يستلمه هو وبنته. طيب ففي الجواب ده مفروض ان هو هيستنى بنته اللي هو لوسي، بنته بنت دكتور منات اللي هي لوسي منات، مفروض هيقابلها في دوفر ويقابلها ويجيبه وياخدها على فرنسا ويجيبه باباها. وفعلا بعدها على طول راح قابل لوسي منات وعرفها بنفسه. وطبعا لوسي منات اول ما شافت مستر لوري افتكرت على طول ان هو جاي يديها مثلا ورث، جاي اصل واحد جاي من تيلسنز بانك، من بنك، هيكون جاي يتكلم معاه في ايه، والبنك ده كمان في فرنسا اللي هو فرع فرنسا. على فكرة البنك ده كان ليه فرعين، فرع في انجلترا وفرع في فرنسا. فواحد جاي يقابلها بعد 18 سنة عشان حاجة بخصوص باباها، هيكون ايه يعني؟ فهي افتكرت حاجة تبع ورث، حاجة تبع حاجة من الحاجات دي. تمام. فقابلته عادي واتكلمت معاه عادي، قالت لها انا جاي اقولك على خبر غريب جدا. ايه هو؟ باباكي عايش ومش ميت. طبعا هي اتصدمت صدمة فظيعة جدا وقالت it must be his ghost not him. ده اكيد ghost، اكيد شبح، لا يمكن يكون ابويا عايش، ابويا ميت. انا عارفة ان هو من 18 سنة ابوها ميت. عايزة اقول له كمان ان هي ابوها ميت ومامتها كمان ميتة، ومامتها رفضت ان هي تقول لها ان باباكي موجود علشان هي كانت خايفة ان هي تعاني نفس المعاناة اللي هي عانتها، وان هي قعدت تلف عليه في كل حتة لحد ما ماتت من القهرة. يعني والدتها ماتت من قهرتها ومن بحثها على جوزها ومش لاقياه في اي مكان، فعشان كده امها ماتت. فعشان تتجنب الموضوع ده لبنتها وان هي خايفة بنتها تمر بنفس بنفس الواي يعني، وان هي تعاني في حياتها وتقعد طول عمرها تدور على ابوها، فقالت لها ان باباكي مات خلاص، والبنت عاشت حياتها على كده. فعشان كده كانت مصدومة جدا لما مستر لوري قال لها ان باباكي لسه عايش وان هو ما ماتش. طبعا ساعتها هي خلاص هيغمى عليها من الصدمة، وفعلا اغمى عليها. فميس بروس نطت بقى، ميس بروس فاكرينها اللي هي كانت بتاخد بالها منها وترعاها اللي هي كير تيكر بتاعتها، ميس بروس نطت في الموضوع قالت لها لا مفيش حاجه هتفرق بيني وبين لوسي، انا جايه معاكم فرنسا وهاجي اشوف الكلام ده. وده اللي حصل في التشابتر 1. يبقى تعالوا نختصر كده بسرعه ايه اللي حصل. في اللي حصل في الاول تشارلز ديكنز بيتكلم على المعاناه اللي بتبقى في فرنسا وانجلترا، وبيقول ان كان فيها ظلم كتير جدا جدا، الكينج والكوينز والنوبل مان في حته، والفقراء الغلابة الناس المظلومين في حتة تانية خالص وما لهمش علاقة ببعض، بس هم الفقراء ما بيتعرضوش غير للظلم
والقهرة والجوع والفقر والمرض. نيجي كمان على قلنا كمان ان جارفز لوري اللي هو شغال في تلزنز بانك، الراجل ده كان ماشي بالكوتش وفيها ركاب كتير، ويجي واحد جاله اسمه جيري كرانشر قال له ان في لتر لي، وقرا اللتر وعرف ان دكتور مانات لسه عايش. قابل بنت دكتور مانات اللي هي لوسي مانات، قابلها وقال لها ان ابوها كان مسجون بقاله 18 سنة وان هو ما ماتش ولا حاجة. يا رب اكون فدتكم النهاردة، و يعني اكون وضحت لكم كل البارتس في تشابتر 1. ولو في اي اسئلة ابعتوها لي، او لو في اي طلب معين ابعته لي على Easy English with Iman Sami، دي الشانل بتاعتي. يا رب تكونوا استفدتوا. Thank you for watching. Bye bye.